يعني لازم تلعب على ذائقة الوتر الحساس. الله عليك بالضبط. عشان تنجح يعني انت كممثل ممكن تقول هذا الدور راح يحب الجمهور، انا مثلا مو مقتنع فيه، ممكن الفنان يعني ينزل كذي يقول دور المينون اكيد راح يحبونه. لازم تكوني انت عارفه لازم دور المينون ما يحب ناصر المرتفع. لازم الكل يفهم هذه النقطه، ان كل ممثل يسعى الى دور اللي هو دور المينون، يعني الكاركتر خلينا نقول، خلينا نسميه بهذا الشكل، العمي صح كلامه المجنون. يعني انا مثلا كاركتري في مسلسل جود البخيله يعني هو سموث الدور، يعني عادي اذا مثلته طبيعي شوي، انا سويته هايبر ولسانها طويل ومينونه كذي، عرفتي الناس تحبوها تعلقوا فيها. انا قاعده اقول هذيلا راح يعني راح الناس راح تاكلني بكشوري بالله، الناس حبوني، فلانه كاركتر مغاير ومختلف ومو مكرر حبوه. مثلا همن في عافك الخاطر سوينا انا واحمد يراج كاركتر بعيد خارج اطار الموجود معنا في الشخصيات، الناس حبونا. ناصر المرتفع الناس حبوه، مثلا حتى سارة المرتفع ترى الناس وايد حبوها لانه وايد رقيقه ورقيقه، يحبون يعني خصوصا تينيجر يحبون سوالف الحب وغرام. فانت لازم تلعبين على الوتر اللي يحب. اعتبري نفس الجمهور، انا اعتبر نفسي واحده من الجمهور، شنو احب اشوف؟ اكيد شريحه كبيره نفسي تحب تشوف. انا راح اعطيك مثال بسيط، اول ما نزل فيلم الجوكر الاخير حق خواكين فينيكس، الجمهور شنو حب فيه؟ جنونه. هو التمثيل هذا والهوس والدنيا والشيطان اللي قاعد يعملها وغيره والمعاناه اللي موجوده معه، والضحكه الغريبه، بس النتيجه مالت العمل سيئه ترى في الاخر كرساله. صحيح. ان انت دائما ان لازم كل مجرم تعطيه شفاعه، مو صحيح هذا، تبرر له يعني. تبرر له، بس اي ممثل مثلي ومثل هبه او غيري راح يتمنى نفس هذا الدور. تخيل انت ممثل، يعني هذا خواكين فينيكس طول حياته هو يسعى انه يحقق ذاته، يا له هذا الدور على طبق من ذهب، خذ كل الجوائز وقعد وقال له ما انا راح اخذ كل الجوائز. السلام عليكم. فهذا الكاركتر